شايف الصورة اللي قدامك دي؟ ده يا باشا شكل الانفجار اللي ولدته قنبلة هيروشيما وناكازاكي، والمعروف باسم المشروم لانه شبهه جدا يعني. والمسؤول عن تكوين الانفجار ده وهو جاي اوبرت روبنهايمر اللي كريستوفر نولان لسه عامل عنه فيلم جامد قوي. القنبلة دي بقى واللي خلت اليابان تستسلم في الحرب العالمية الثانية ما تجيش على واحد من 2000 من الصاروخ اللي طالع قدامك ده. ده يا باشا الصاروخ النووي الروسي البالستي الجديد واللي اعلنت عنه روسيا من قريب واللي معروف باسم الشيطان الروسي. لك ان تتخيل ان القوة التدميرية للصاروخ ده بتوصل ل 2000 قنبلة من قنابل اوبنهايمر، وده رقم مش دراماتيك او بتاع، لا ده الحقيقة، ده الطاقة التدميرية اللي قادرة تطلع من الصاروخ ده لوحده. روسيا طلعت صاروخ قد القنبلة النووية ب 2000 مرة، حاجة في منتهى الأحياء والله. وده اللي خلينا نقف شوية كده ونسأل سؤال منطقي، هو إيه اللي يخلي روسيا تستعد بسلاح زي ده في الوقت ده؟ وهل دي استعدادات بوتين للحرب العالمية الثالثة؟ وليه أول أهداف روسيا في حرب يوم القيامة دي وهو قصف لندن بالشيطان النووي؟ اشمعنى لندن؟ ليه مش واشنطن مثلا؟ وهل الصين شايفة كل ده وقاعدة بتتفرج ولا هي مستنية ساعة الصفر عشان تطلع باللي عندها؟ وايه هو الرد الامريكي على تصريحات روسيا اللي لسه طالعه من قريب دي؟ وايه قصه المسيرات اللي معموله من الكرتون المقوى اللي بتضرب بيها اوكرانيا روسيا؟ عايزك بقى تجهز لي واحد فنجان قهوه متين، لان احنا هنتكلم على سيناريو حرب يوم القيامه او الحرب العالميه الثالثه، الحرب اللي لما اتسال عليها اينشتاين وقال ان هي لو قامت مش هتقوم حرب عالميه رابعه، ده لو قامت البشريه اصلا، عشان كده اسمها حرب يوم القيامه. ومش هوصيك بقى لايك على الفيديو، اشتراك على قناه اليوتيوب، فولو على صفحه الفيسبوك، عندنا الاكونت انستغرام اللذيذ بتاعنا، المساحه الخاصه بتاعتنا دي بنعمل فيها شويه حاجات حلوه في الستوري يعني، وهبسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت او في تعليقات فيسبوك. عايز اشوفكم هناك يا شباب، يا ريت يعني. وخلينا نخش في التفاصيل على طول. انا محمد خالد وقهوتك وحصني. قبل ما نبدا حابب اقول ان الحلقه دي برعايه شركه ذا تريدنج بات. الشركه دي تعتبر مكسب لاي متداول بيحلم براس مال يقدر يتداول بيه ويطبق بيه استراتيجيات ويجيب بيه ارباح كبيره. ذا تريدنج بات هي اللي بتحل لك المشكله دي وبتديك محفظه براس مال تديره بنفسك وتطلع منه ارباح ليك وللمنصه. مؤسس الشركه هو شخص معروف جدا في مجال اسواق الاموال وهو مؤسس شركه تكمال. الشركه من اهم مميزاتها ان هي بتقدم دعم عربي كامل، وراس المال فيها مش ثابت، وبمجرد وصولك للمستوى العاشر بتفضل المحفظه تحت ارادتك عادي. وحاليا الشركه فتح خدماتها في جميع دول الوطن العربي ما عدا سوريا والسودان، وموقع الشركه عليه صفحه خاصه بقصص المتداولين الناجحين واللي قدر يحققوا مكاسب كبيره، وده بالاضافه للدعم اللي بيقدموه من خلال الكتب الالكترونيه والويبينارات الاسبوعيه اللي بيقدموها يعني كل سبت وحد، وهسيب لك لينك الويبينارات دي لان دي هي متخصصه اكتر ان انت تشرح لك اكتر عن عالم الاموال وتفهمك الدنيا هناك عامله ازاي. الشركه موفره ميزه البيرفكت موني لو انت ما عندكش جوجل باي او ابل باي، وطبعا الكريبتو في بعض الدول الخليجيه، وكل اللينكات بتاعتهم موجوده في الديسكربشن تحت او في اول تعليق لو انت على فيسبوك. نكمل. قبل ما نتكلم على الشياطين النوايا الروسيه دي، خلينا نرجع بالزمن اكتر شويه لورا ونبص على امريكا، لان هي الاصل في كل ده، وبالتحديد في اللحظات الاخيره ما قبل ضرب القنبلتين على اليابان في اواخر الحرب العالميه الثانيه. في الوقت ده كان في اجماع من جوه الدوائر العسكريه والسياسيه لصناعه القرار الامريكي ان بعد هزيمه المانيا يعني وقوع اليابان مساله وقت، وان عاجلا ام اجلا حلفاء امريكا هينتصروا على اليابان، واللي كانت خسرت مواقع مهمه جدا في المحيط الهادي. ده غير ان الاتحاد السوفيتي اعلن هو كمان الحرب على اليابان، وتعرض الاسطول الياباني لخسائر كبيره جدا وخسر من خلالها واحده من اقوى القطع الحربيه اللي كانت يمتلكها، ده لو ما كانتش هي يعني اقوى قطعه حربيه في التاريخ، وهي المدمره الاسطوريه ياماتو. ودي محتاجه لها حلقه لوحدها بجد، لان دي كانت وقتها افضل قطعه حربيه على مستوى العالم. فلو حابين نعمل لها فيديو مخصوص يعني ابقوا لنا في الكومنتات، عايزين نشوف حشد كده. المهم ان رغم كل التفوق الامريكي ووضع مؤشرات لهزيمه اليابان واللي هتستسلم كمان كام شهر، اصروا برضه ان هم يستخدموا القنابل النوويه، واللي كانت وقتها اسمها القنابل الذريه لانها كانت بتضرب من خلال الانشطار الذري. وحتى اول ما ضربوا اول قنبله اللي هي هيروشيما يعني تقريبا موتت نص سكان المدينه، دمرتهم بالكامل، رجعوا بعدها وضربوا القنبله الثانيه في ناكازاكي. وهنا اتسال الرئيس الامريكي هاري ترومان، انت ليه عملت حاجه زي كده؟ استسلام اليابان كان امر عاجل، هيحصل هيحصل. رد فعل وقتها وانه قال يعني كم واحد امريكي كان ممكن يموت لحد اللحظه دي، لحد لحظه استسلام اليابان يعني، فهو كده قال ايه بينقذ حياتهم. لكن في الحقيقه ان الموضوع ما كانش بيدور خالص على حوالين خسائر امريكا من معدات وجنود، لكن هو كان بمثابه اعلان عصر نفوذ وقوه جديد بنفوذ ورعايه امريكيه بحته، وهيمنه امريكا على العالم، وان اي دوله عشان تحارب امريكا لازم تفكر مليون مره قبل ما تعمل كده. طب يا عم محمد ايه علاقه ده باللي بيحصل دلوقتي بين روسيا واوكرانيا والسلاح اللي طلعته روسيا جديد ده؟ اقول لك هنا ان في وجه تشابه كبير بين الاثنين او بين الحالتين، لان المقاومه المستمره في اوكرانيا بامكانياتها المحدوده قدام الوحش الروسي الضخم خلت موسكو بشكلها وحش شويه، وخلت ان العالم يشوفها ان هي واخده اكبر من حجمها شويه. وكمان في جمهوريات سوفيتيه سابقه اللي استقالت عن الاتحاد السوفيتي بتفكر هي كمان تعمل زي اوكرانيا وتنضم للناتو، وبقت معرضه ان هي تمشي في نفس الطريق اللي مشت في اوكرانيا. ده مش بس كده، اوكرانيا ما اكتفتش ان هي بس تدافع عن اراضيها، دي حاليا بتطور اسلحه عشان تضرب العمق الروسي، وبالفعل ده حصل
تم ضرب مجموعة من يعني المباني الحكومية في العمق الروسي بالإضافة لشوية هجمات تانية، ولكنها ما كانتش مؤثرة قوي ولكنها كانت عيبة، واللي بدأت تستهدفه أوكرانيا بصواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى المسيرات. وعشان الطين يزيد بلة، فالحركة اللي عملها بريجوجين دي والانقلاب أو محاولة الانقلاب والتمرد اللي عملها نيل الدنيا أكتر وهز صورة بوتين بشكل كبير جدا قصاد العالم. من هنا روسيا بقت مضطرة إن هي تستعرض قوتها من تاني وتثبت نفسها قصاد العالم. عشان كده الأسبوع اللي فات ده أعلنت موسكو إن هي شغلت الصاروخ النووي الباليستي الجديد بتاعها، وهو الصاروخ العابر للقارات من طراز سارمات، واللي بيسموه صاروخ الشيطان 2، وفعلا دخل الخدمه من كام يوم. ومن هنا لازم تبقى عارف يا صديقي ان الصاروخ ده كان المفروض يخش الخدمه في ديسمبر اللي فات، لكن تجهيزات المخابئ او المخازن اللي هيتحط فيها الصاروخ ده اخرت تجارب الاداء بتاعته، واللي خلتها تبدا في شهر ابريل اللي فات. وعشان كده اتاخر وصول الصاروخ للخدمه او دخوله الخدمه بشهر 9 الحالي. وبحسب البيانات الروسيه في وحده اوجورسكي الصاروخيه واللي موجوده في اقليم كراسونيارسك، هي اللي هتكون مسؤوله عن الفوج الرئيسي للصاروخ ده او مجموعه الصواريخ الجديده دي، لانه مش واحد. المهم ان خلال الاسبوع اللي فات تقريبا ما فيش مسؤول روسي ما اتكلمش عن الصاروخ ده، بدايه من بوتين شخصيا، واللي اتكلم بمنتهى الفخر عن الصاروخ ده، واللي قال ان ده اعلى مستوى ممكن توصله جيش العالم، وان صاروخ الطاقه النوويه ده مش بيشتغل بالوقود السائل او الصلب، لا ده بيشتغل بالطاقه النوويه اوبا، وان الصاروخ بيقدر يشيل لحد 15 راس نووي. وبمجرد ما بوتين طلع وقال الكلام ده، خرج المتحدث باسم البنتاجون وقال ان واشنطن عندها كل المعلومات الخاصه بالسلاح الروسي الجديد ده. لكن بوتين بيبالغ في امكانياته، وهو صاروخ بيشتغل بالوقود العادي، مش عارف بقى سائل او صلب، ولكنه مش نووي يعني، واللي بيقدر يشيل لحد 10 رؤوس نوويه مش 15، يعني هتفرق 10 من 15 ما كده موته وكده موته. اما بقى يوري بوريسوف وده رئيس وكاله الفضاء النوويه المعروفه باسم روس كوزموس، فصرح وقال ان سلاح الشيطان الروسي ده موجود في مخازن اتصممت له مخصوص تحت الارض، مع العلم ان وزن الصاروخ الواحد قبل تركيب الرؤوس النوويه عليه وزنه بيوصل ل 208 طن، والمدى بتاعه وهو متحمل بكامل الرؤوس اللي عليه بيوصل لاكثر من 18000 كيلومتر. حابب اقول لك ان محيط الكره الارضيه كلها 12000 كيلومتر، فالصاروخ ده قادر يوصل لاي حته في العالم ايا كانت فين. وكانت القوات المسلحه الروسيه قامت بتنفيذ تجارب اداء للصاروخ سارمات الجديد ده في شهر ابريل 2022، وتم اطلاق الصاروخ في منطقه بلستيك، ودي تبعد حوالي 800 كيلومتر من العاصمه موسكو، وقدرت الصواريخ انها توصل لاهدافها بدقه متناهيه، وقدرت انها توصل لشبه جزيره كاماتشكاتا. بص هو اسمها طالع قدامك، انا والله ما عارف اقرا، واللي موجوده من مسافه 2200 كيلومتر من نقطه الاطلاق. السؤال هنا بقى، هم ليه سموه بالصاروخ الروسي او الصاروخ الشيطان 2، ليه مش واحد؟ لان ببساطه الصاروخ ده وقت تحميله بالكميه بتاعته وهو 15 الراس النووي بتاعه، فهيقدر يولد انفجار بيوصل ل 2000 ضعف القنبله الذريه اللي اترمت على هيروشيما. طب خلينا نقول ان عدد ضحايا المدينتين اللي اترمى عليهم القنبلتين، يعني نقدر نقول ان هم عاملين حوالي 240000 انسان راحوا، وده طبعا وقت الضحايا المباشره اللي ماتوا في ساعتها، ده غير بقى السرطان والتلوث والاشعاع، دي قصه ثانيه. فلو ضربنا ال 230000 في 2000، فاحنا بنتكلم في نص مليار بني ادم من اصل 8 مليار موجودين على الكوكب ده، يعني احنا مش محتاجين اكتر من 16 صاروخ وننهي على نسل البشريه بالكامل. عشان كده بقول لك عليها حرب يوم القيامه، مش بنهزر. اما بقى ليه صاروخ سارمات سموه 2 مش واحد او الشيطان الروسي 2؟ لان سارمات جه يستبدل الصاروخ القديم السوفيتي فويدوفا، واللي بيرجع للعهد السوفيتي، وده اللي كان اسمه الشيطان النووي، وده كان الاسم اللي مسميه الناتو للصاروخ ده. عشان كده سارمات اتسمى الشيطان 2. على الناحيه الثانيه طلع زيلينسكي رئيس اوكرانيا وقال ان اوكرانيا نجحت تطور صواريخ مداياتها بتوصل ل 700 كيلومتر، وفي طريقها ان هي توصل لل 1000 كيلومتر، والصواريخ دي تطوير محلي اوكراني. والهدف هنا وان اوكرانيا بتحاول تطور اسلحه هجوميه هدفها ضرب العمق الروسي، خاصه وان موسكو ما يبعدش عنها وعن الحدود الاوكرانيه حوالي 500 كيلومتر. وفعلا الصواريخ الاوكرانيه دي ضربت المواقع الروسيه في اكتر من موقع، ولدرجه ان هي وصلت للعاصمه موسكو، لكن تاثيرها كان ضعيف مش الموجود قوي او قوي قوي. لكن الصواريخ الاوكرانيه دي بتشكل استفزاز كبير جدا بالنسبه للحكومه الروسيه، اللي مش هتستنى صاروخ من صواريخ كييف دي تضرب مبنى في روسيا، احيدي تبقى هانه. ومن هنا فصواريخ اوكرانيا دي ممكن تشكل دافع عند الروس ان هم يستخدموا اسلحه نوويه بمدايات صغيره بس هتكون مدمره. وده غير ان في تشكيك على مستوى حلف الناتو من نجاحات اوكرانيا دي، وده عبر تنفيذ هجمات مؤثره داخل العمق الروسي مش متاكدين قوي، وان الضربات الاوكرانيه دي هي مجرد شو اعلامي مش حاجه جامده قوي، ملهاش تاثير حقيقي غير استفزاز الروس، وده هينيل الدنيا اكتر. عشان كده منسق الاتصالات في المجلس القومي الامريكي او مجلس الامن القومي الامريكي هو جون كيري قال ان واشنطن مش بتشجع ان اوكرانيا تقوم باي ضربات عسكريه تستفز بيها روسيا، مش ناقصها يعني، رغم ان واشنطن من اهم مزودي كييف بالسلاح، احنا هنديكوا سلاح تحاربوا بيه لكن ما تضربوش بيه الروس، ما تودوناش في داهيه. لكن من ناحيه ثانيه اوكرانيا مش بتعتمد على الهجمات الصاروخيه بس، بل بتعتمد اكتر على الهجمات الطيارات بدون طيار او الدرونز، لكن برضه ما حققتش النجاح المطلوب وبيتم اسقاطها باستمرار، يعني من السهل على منظومات الدفاع الروسيه ان هم يسقطوها، مش صعب يعني. ومن المهم
انك تعرف ان المسيرات الاوكرانيه دي بتقف على اوكرانيا بسعر غالي جدا، لان الواحده تكلفتها بتوصل لاكثر من 100,000 دولار. المسيره الواحده بتعمل لها اكثر من 3 مليون جنيه صلاه على النبي، على عكس المسيرات الايرانيه اللي تستخدمها روسيا، فالواحده يوم ما بتتمعظم قوي ما بتعديش ال 25,000 دولار. على الناحيه الثانيه المسيرات الايرانيه بتنفس نجاحات معتبره يعني بتضرب البنيه التحتيه الاوكرانيه بشكل كويس وفي اكثر من مكان، ان هي رخيصه ممكن اطلع منها عدد كبير. لكن كريلو بودافون وده رئيس الاستخبارات العسكريه الاوكرانيه صرح وقال ان اوكرانيا بدات تعتمد نوع جديد من المسيرات، يعني جس كده معمول من ايه؟ معمول من الكرتون، او والله زي ما سمعت كده معمول من الكرتون، وتكلفته رخيصه جدا 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 وفعاليتها اكبر بكتير كمان. وكتب على تليجرام ان روسيا بدات تنفس مجموعه من الضربات الجديده بالمسيرات الجديده دي، وخصوصا على قاعده كريستي الجويه في بروسكوف او بسكوف. لا العظيم الاسامي الروسيه الاوكرانيه دي صعبه قوي. ده الصيني مش صعب كده، لو النبي بلاش لا تقوم حرب بين الصين وتايوان، هنقعد نرت في كميه اسماء وشين خان شين فين. لا بلاش، خلينا في روسيا والاوكراني مقدور عليه. وبيكمل الراجل مش عارفين نقول اسمه تاني ده، ان عناصر من الجيش الاوكراني قدروا يتسللوا بالمناطق الروسيه او الاراضي الروسيه ويطلقوا مسيرات من جوه روسيا، وقدروا ان هم يدمروا 4 طيارات شحن عسكريه روسيه من طراز ايل 76. وكشف موقع سكاي نيوز ان الطيارات المسيره الجديده اللي بتعتمد عليها اوكرانيا دي مصنوعه من الكرتون، وان اوكرانيا استخدمت حوالي 16 طياره من دول كده للهجوم على 6 قواعد روسيه موجود فيها طائرات للشحن العسكري الروسي، وان منظومات الدفاع الجوي اسقطت 3 مسيرات بس من اصل 16، وان 13 طياره تانيين نفذوا هجمات ورجعوا بنجاح. وبحسب موقع ذا تيليجراف البريطاني ان مسيرات الكرتون دي ضربت طيارتين ميك 29 الروسيه و4 مقاتلات سو 30 او سخوي 30 في هجوم على مطار كورسك الروسي. والاهم ان تكلفه المسيرات دي الواحده بتكلف حوالي 3,500 دولار، من اصل 100,000 دولار ل 3,500، اللهم صل على النبي. والطيارات دي عباره عن دعم بريطاني استرالي، وتم تصميمها وتصنيعها داخل باستراليا ومخصوص للجبهه الاوكرانيه. الناس بتحاول توفر بقدر الامكان. وصلت اول شحنه عسكريه في شهر يوليو في كييف من حوالي كام شهر كده ب 100 طياره. اما بقى مواصفات المسيرات الكرتونيه دي فتحسها ان هي جايه من عالم ديزني، لانها عباره عن كرتون ومطاط بس. اه والله، وطبعا هي اسهل في تصنيعها بشكل كبير جدا. يا راجل ده انا والرجاله ممكن نعملها على القهوه، انت بتتكلم في ايه؟ وبتنتجها شركه اس بي اي الاستراليه، وعرضها من الجناح للجناح حوالي 2 متر في حين ان وزنها ما بيعديش 2 كيلو ونص، 2 كيلو 400 جرام، وتقدر تشيل شحنات متفجره لحد 3 كيلو، والمتفجرات اللي بتشيلها ان هو من نوع القنابل العنقوديه، والاغرب ان انت ممكن تطلقها من خلال انت تشيلها وترميها في الهواء، وتقدر تطير لمده 3 ساعات، وبيوصل مكانها من نقطه الاطلاق ولحد 120 كيلو متر. طيارة ممتازة صراحة، عشان كده بيتم اطلاقها داخل الاراضي الروسية، لان مداها مش كبير قوي مع روسيا. الغريب بقى ان هي بتطير على ارتفاعات اعلى من الدرونز العادية، وتقريبا تقدر تقول ان هي معدومة النشاط الحراري، فما بيقدرش تميزها من خلال الرادار، مش بتطلع حرارة فالرادارات او الموجات الصوتية تقدر ترصدها، فلو انت بتضرب عليها صواريخ بالكاشف الحراري مش هتكشفها، خصوصا برضو ان حجمها صغير. وبتعتبر هيئة الخدمات الامنية الاوكرانية هي الجبهة المسؤولة عن اطلاق المسيرات الكرتونية دي. ده والله مش ضحك، هي اسمها مسيرات كرتونية بجد، واللي اتعمل لها مسار جوي محدد عشان تقدر تتفادى الدفاعات الجويه الروسيه، ومع وجود انظمه تشويش صغيره يا دوبك كده داخل الطياره دي، واللي بتخليها تقريبا شبه شبحيه، لان هي اوريدي كرتون يا جماعه. ومن الواضح ان شويه الكرتون دول سببوا ازعاج للجيش الروسي، والموضوع مزعج فعلا. ان روسيا اليوم نقلت عن مسؤول روسي كبير ان روسيا هتستهدف لندن بالصواريخ اللي هي الشيطان دي كوجهه اولى او هدف اول في حال الامور تطورت لحرب عالميه ثالثه او حرب يوم قيامه، واتهمت موسكو بريطانيا ان هي المحرض الاول على حرب اوكرانيا دي، وانها الممول للمسيرات الاستراليه اللي بتوصل لكييف واللي بتستهدف مدنيين روس، وان انجلترا بتشكل تهديد كامل مش بس على روسيا لا على البشريه كلها، وان لندن هو مقر التهديد ده. وده يعتبر تصريح غريب خاصه من مسؤولين روس، لان هم كانوا دايما بيتكلموا على الولايات المتحده، اشمعنى المره دي جابوا سيره بريطانيا؟ لا، وبيقولوا ان الهدف الاول من الصاروخ الجبار ده هي لندن، لكن مره واحده بدا الهجوم او الكلام يجي على بريطانيا مع تنفيذ هجمات المسيرات الكرتونيه دي. موضوع غريب. اما الخبير العسكري الروسي سيرجي روليوف فقال ان روسيا عندها سيناريو كامل اذا قامت الحرب العالميه الثالثه او حرب يوم القيامه، وان الخطه هتتقسم ل3 مراحل. المرحله الاولى وان روسيا هتستهدف جميع الاقمار الصناعيه الخاصه بامريكا وحلف الناتو، وده من خلال المقاتلات الروسيه اللي بتطير على ارتفاعات عاليه جدا. اما المرحله الثانيه فهو تعطيل كامل انظمه اسلحه الدفاع الجوي الخاصه بالناتو والدول الاوروبيه، وده موجود في اي حته في العالم، وشامل تعطيل كامل منظومات الدفاع الجوي لروسيا او لاعداء روسيا على مستوى العالم. اما المرحله الثالثه فهتكون الهجوم على لندن الاول، وبعدها وارسو، وبعدها باريس، وبعدها برلين، ومع قطع امدادات الطاقه عن اوروبا الغربيه. وبيقول الخبير ان دي الملامح العالمية
تعريضة للحرب الروسية إذا ابتدت الحرب العالمية الثالثة، لكن التفاصيل والكواليس تظل غير معلومة لحد ما ده يحصل إن شاء الله. لأ يعني، وبحسب تصريحات الخبير الروسي فإن أمريكا هتخلع من أوروبا وهترفض إنها تتورط في حرب نووية مع العملاق الروسي، ومش هترفع سلاح واحد بشكل مباشر في وش الروس مع دخول مواجهة نووية مع روسيا. وبحسب بعض التحليلات للتصريحات الروسية دي، فلو وسعت دائرة الخناقة بين روسيا وأوروبا فده هيكون فرصة ذهبية للصين إنها تخش تاكل تايوان، والعالم كله مشغول بيضرب في بعضه كده، خاصة إن الأمريكان عليهم عيب إن هم يأمنوا حدودهم من هجمات روسية محتملة. المخيف هنا صديقي إن الكلام على الحرب العالمية الثالثة بقى واقع، والكل بيستعد بسلاحه، وشكل الحرب الأوكرانية دي مش هتقف دلوقتي. الموضوع ممكن بنتكلم عليه عادي، ولكن لو فكرت فيه لوهلة إنه حقيقي هيبقى مخيف مرعب، لأن دي الحرب اللي نشك ان ممكن تقوم بعدها حياة بعد كده، الحرب اللي هتغير شكل الحضارة البشرية للأبد، واللي نتمنى من الله ان هي ما تحصلش. ولو انت بتتفرج لحد اللحظة دي فانت راجل محترم، اكيد بقى عامل لايك، عامل اشتراك، عامل فولو، دخلت على الانستجرام بتاعنا اللي هسيب لك لينك في الكومنتات، ولو انت ليك في الاستثمار فعرض ذا تريدنج بيت هو مفيد جدا ليك. وبس كده، سلام.